مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نخصصها عن تجنيد الفتيات. معنا جهاد الكومي ونادية إبراهيم، مؤسسين حملة مجندة مصرية وأفتخر. إن يتم السماح للبنات بالتجنيد داخل الجيش المصري. إحنا بنات على الجيش رايحين، إحنا بنات على الجيش رايحين. طبعا كي نعرف ماذا سيجري للفتيات المسلمات داخل معسكرات عسكر الصليب، تعالوا نرى ماذا حدث في الجيوش المشابهة عند تجنيد الفتيات. نبدأ بجيش بشار الأسد. يلبسن الزي العسكري ويغرقن في التشبيح والإجرام. على سيارات البيك أب ينتهي المطاف بهؤلاء الشبيحات. الشباب قادم المقاهي بتقرق الأمشي ولا هم شيء. أنا جورج المقاتل، وبشرفني هالشيء مقاتل للدفاع الوطني، طلع الدفاع الوطني في شرف أكثر من وزارة الدفاع والضباط اللواء 130، صاحبوا بنات لنزواتهم الشخصية، وصاحبوا بنات اللي بتعجبهم صاروا يبدلوا بين البنات، واللي بتعجبهم بخلوهم، واللي ما بتعجبهم معاملته الحقيرة معاها. أنا أم لطفل وحيد، تركته ببيتي كرمال بلدي وأرضي وعرضي، بس للأسف الشديد ضباطنا حرميين سرقونا بمصارينا، سرقونا بأكلنا وشربنا، سرقونا بشرفني معاملتهم السيئة لا أخلاقية، هني لا أخلاقيين. مو مشان نسمع كلام يذلنا ويهزئنا أو مشان نلتحق بالدعارة وهيك شغلات، بل وصل الأمر إلى درجة منعهن من دخول الحمام. نحن رحنا لعند السيد العقيد عماد، طلبت منه إجازة لأنه عندي طفلين، طلبت منه إجازة وما رضي لأني ماني حلوة وما بدي صار بده يعمل معي شغلات هيك وهيك. وامبارح كمان أنا كنت لعند سيادة العميد، كنت لعنده لأطلب منه إجازة، بيقلعني من عند الباب، يعني بحاكونا كلام طالع نازل بيهونونا وكل يوم كل يوم بيعملوا لنا دروس وبيهونوا فينا، ومن الساعة 8 للساعة 2 احنا قاعدين بالشمس وبيهونونا لا اكل لا شرب لا حمامات لا مي، يعني بيعاملونا معاملة سيئة جدا جدا. بل وتوصيلهم ديليفري، اصبح ضباط بشار وعساكر بشار ياخذون الفتيات المجندات ديليفري للضباط الروس. لما كانوا يجوا الخبراء الروس وقلنا الفخر بجيتهم، بس في بنات هني مرشحين للتدريب والضباط استغلوهم لاسباب جنسيه. اذا انتقلنا الى الجيش الاسرائيلي، ماذا يحدث بمجنداته؟ هآرتس 81% من مجندات الجيش الإسرائيلي يتعرضن للاغتصاب من ضباط كبار. وأضافت الصحيفة أن عام 2014 قد شهد زيادة نسبة التحرش الجنسي في الجيش الإسرائيلي، حيث تم حصر العشرات من الجرائم بينها عمليات اغتصاب بالقوة. تقوم قيادة الجيش الإسرائيلي في هذه الأيام بحملة للتحذير من مخاطر عمليات التحرش الجنسي وتداعياتها، وتشمل الحملة شريط رسوم متحركة يظهر جندياً وهو يستخدم كلمات ذات إيحاء جنسي لدى حديثه مع مجندة أخرى بهدف منع المضايقات الجنسية الكلامية قبل تطورها إلى اعتداء جسدي قد يتحول إلى ملف قضائي معقد. أيضاً هناك تجربة المتطوعات في الجيش الأمريكي. هذه الحال في الجيش الأمريكي اعتبرت وباء خطيرا، مما دفع وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا بعد مشاهدته الفيلم إلى الاعتراف بالمسألة، حيث أن احتمال تعرض المرأة للاغتصاب داخل الجيش الأمريكي تفوق احتمال تعرضها للقتل أثناء أداء مهامها القتالية. ويرى محللون أن حوالي ربع المجندات لا تقدمن بشكوى بسبب أن ضابطهن المباشر هو المعتدي. وقام المخرج كيربي ديك بعرضه على أصحاب القرار في أمريكا، وخاصة أثناء حملتي الرئيس أوباما ومنافسه رومني، على أمل إيجاد علاج لهذا الوباء الذي بلغت أرقامه خلال العقود الأخيرة إلى 500,000 حالة. في حفل تخرج دفعة من ضباط البحرية الأمريكية لم تمنع المناسبة الاحتفالية بكل مظاهرها العسكرية المهيبة الرئيس باراك أوباما من التعرض صراحة لمسألة باتت تمس الشرف العسكري
للمجتمع الأمريكي المحافظ. هؤلاء الذين يقومون باعتداءات جنسية لا يرتكبون جريمة فحسب، بل يهددون الثقة والانضباط اللذين يجعلان جيشنا قويا. ونفس الأمر يحدث في الجيش الروسي. بالطبع الخدمة في الجيش ليست من شأن النساء. لا يعقل أن تتراكض البنت في الميدان حاملة البندقية الرشاشة بدلا من الفتى، في حين أن مكانها في البيت لتعد الطعام وتساعد أمها في تدبير الشؤون المنزلية أو ما إلى ذلك. جميع الرجال، لا ليس جميع الرجال، معظمهم لا يقدرون النساء ويعتقدون أن لا مكان لهن في الجيش، مكانهن في المنزل، في المطبخ، وعليهم تربية الأطفال، أي الحفاظ على عش الزوجية. وتعالوا نشاهد الجيش الجزائري. حكينات لنا فاطمة سمر وجميلات الجزائر اللواتي أمرنا إلا أن يشاركن في بناء وطنهن. طبعا هنا وجدنا الفتاة بتقوم بتمسك الواد الراجل ولا مؤاخذة وتضع رأسه بين فخذيها. هذا ما يحدث، ده حدث في العالم، ما بالك بقى ما حدث وراء الكاميرات. التدريبات كما في الميدان. حواء ها هنا كسرت حاجز الفصل بينها وبين الرجل في كل المهن، وأثبتت نفسها ندا عنيدا له في أداء مهمة ليست ككل المهام، الفاصل فيها بين الموت والحياة خيط رفيع، لذا فالخطأ ممنوع. فأنت تتوقع أن بنتك تمسك راجل غريب ولا شاب وتضعه بين فخذيها وتحضنه ويضربها بالشلوت وتضربه بالشلوت؟ ففي الحقيقة هدف عسكر الصليب من تجنيد الفتيات المسلمات هو نشر الدعارة، تصبح كل المسلمات في مصر، كل المسلمات داعرات، كلهم شغالين في الدعارة حتى بدون أجر. لو إن في واحد وواحدة راحوا إلى قسم الشرطة وقالوا أنا سني فوق 18 سنة وغير متزوج، وأنا سني فوق 18 سنة وغير متزوج، ولقد قررنا أن نقع في الزنا، وهناك بعض الناس يضايقوننا ولا يريدون لنا أن ندخل الشقة لنمارس جريمة الزنا، فلو سمحت يا شرطة نريدك أن يعني تعملي حراسة ضد هؤلاء. يمس أعراض ويمس رئيس الحزب شخصيا وأسرته. يكتفى بهذا القدر. رجائي الشخصي وفات سراج الدين وعيلته. رجائي الشخصي وليلى المغازل والباقي كله. خلينا اوريكم رجائي الشخصي. سنكتفي بهذا القدر. في بهذا القدر اوريكم بيوتكم ايه. سنكتفي سياده الوزير. وهذا ما فعله محمد علي في عهد محمد علي. حول او دفع زوجات الضباط ودفع بنات الضباط واولاد الضباط والجنود وزوجات الجنود إلى أن يعملن في الدعارة. نقل الدكتور خالد فهمي في رسالته للدكتوراه عن نشأة الجيش في مصر، نقل عن الرحالة سان جون أن زوجات الضباط والجنود بعد أن هجرهن أزواجهن لجأن تحت وطأة الجوع ومخافة الهلاك إلى الانضمام إلى عالم الدعارة، وبسرعة اكتسبن العادات الخليعة للعاهرات. وهذا ما سيحدث اليوم لبنات الضباط وإخوات الضباط البنات. بنت الضابط لما تروح تشتغل في الجيش هيحصل فيها ايه؟ هتصاحب واد وتصاحب كذا وتصاحب كذا، والواد المجند بنت هتروح تمشي مع رجال. وأخت الضابط لما تروح الجيش هيحصل فيها ايه؟ هتزني في الحرام. وخلوهم يقفوا على منصة وفي ميكروفون ويقولوا احنا كنا مبارح بيتين مع بعض وعملنا عملية زنا مع بعض للمرة رقم 520. في اي حاجة؟ في حد زعلان؟ في قانون بتنرفز ولا حاجة؟ في اي؟ مفيش. الزنا في القانون المصري حلال وتحميه النيابة والقضاء والشرطة بمقتضى القانون والدستور حاليا. لو وجد لواء من لواءات العصر دخل الجيش عشان يبقى ضابط مشتغل في الشغلانه الوسخه دي، حد يرضى يشتغل مدير يجند الستات اللي حسين الشافعي
طلع في قناة الجزيرة قال اعتماد خرشة شاهدة وكلامها مظبوط. في قضية انحراف المخابرات ما هي أهم التهم التي كانت فيها والأحكام التي صدرت أيضا؟ ما أخذتش كمثل من المواضيع اللي عرضت كلها إلا الموضوع اللي كانت فيه العملية بتاعت اعتماد خرشد وجوزها أحمد خرشد اللي كان صاحب معمل بتاع تصوير سينمائي تحميد تحميد نعم. وصفت الشريف هو اللي كان بيصور وما ذكرتش أساميهم. بس في ناس ما ذكرتش أساميهم فنانات وغير فنانات. ده في ستات محترمات. لا يعني في ستات قصدي شخصيات مش فنانات. الفنانات محترمات انا ما قلتش لا. بس في ستات متجوزين ضباط متجوزين لواءات. ده اللي انا بس اساميهم ده طبعا اعرف اساميهم. هتكشفيهم بالفيلم؟ لا. جيش شريف قوي شريف قوي. اظن دلوقتي لازم تصممي على ايه؟ تصممي على الطلاق. انا سبق وقلت لك قبل كده دلوقتي الوضع اتغير. انا ما اقدرش ان اكون مجرد عشيء وما اقدرش ان تكوني زوجة خير. جيش شريف قوي شريف قوي. سنة 89 كنت بدرس في عام دراسي الأول في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة. أثناء توجهي إلى الكلية كنت راكب في سيارة تاكسي وفي وسط الكلام قلت له النكسة هي سبب كل اللي حصل ده. فالسواق قال لي أنت تعرف يعني النكسة يا أستاذ. بدأت أذكر له المعلومات المتاحة اللي كنت أعرفها ساعتها. السائق قال لي دي مش أسباب النكسة يا أستاذ. قلت له ازاي دي الاسباب المعروفه. فالسائق رد وقال لي انا كنت مجند في سلاح البحريه سنه 67 وكنت سائق عند قائد سلاح القوات البحريه. كان هذا القائد بيعمل حفله شهريه بيعزم فيها كل ضباط السلاح خصوصا الضباط الجداد وبيشترط حضور زوجاتهم في هذا الحفل وبيبدا يعني يعاين الزوجات زي ما قال السائق. الزوجة اللي بتعجبه بيبدأ يرسل زوجها لدورة تدريبية في روسيا وبيبدأ يكلف الضباط في مكتبه بالاتصال بهذه الزوجة يطلبوا منها الحضور إلى استراحة القائد وإنها في حالة إذا ما أتت طوعا سيتم ترقية زوجها ويعود إلى مصر مظفر. أما إذا رفضت جوزها مش هيرجع من روسيا ومعاشه لن يتم صرفه لها. والسواق أكد لي إن هو بنفسه كان بيقوم باستحاب هؤلاء النساء من بيوتهم ليلا إلى استراحة القائد. جيش شريف قوي. وأيضا نجد إن العسكر وظاهرة الدعارة استمرت أيضا في عهد الخديوي إسماعيل. كانت هناك دور دعارة مرخصة وزارة الداخلية كانت بتدي كده دور دعارة مرخصة. واستمرت الظاهرة أيضا في عهد الإنجليز. كانت محلات الدعارة والبغايا مرخصا لها رسميا من الحكومة المصرية وأعطيت للمرأة شهادة تثبت أنها صالحة صحيا للزنا. وجاء إلى مصر آلاف من تجار الدعارة من أوروبا من اليونان وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا آلاف وعشرات الآلاف من البغايا. حتى جاء الإخوان المسلمون وأوقفوا ظاهرة الدعارة ودخلوا فيه خصومة مع النحاس باشا وحكومة الوفد العلمانية وأوقفوا الدعارة وألغوا دور الدعارة. احنا كفاية علينا دعم حكومة الوفد المعنوي. معنوي؟ معنوي يعني ايه؟ يعني يا ريت حكومة معاليك تاخد إجراء ضد المشروبات الكحولية يعني الخمر وبيوت الدعارة. أوعدك إن الحكومة تنظر في مسألة الخمرة وفي مسألة بيوت النسوان اللي مش ولا بد. إذن نخلص من هذا كله إلى أن الذين قالوا لا علاقة لنا بالانقلاب العسكري فعشان نخلنا في الأمان ونمشي جنب الحيطة أدي الحيطة وقعت فوقه. الذين قال لك أدي العسكر الصليب اغتصبوا بنات الإخوان المسلمين عشان طلعوا في مظاهرات. طب هو عسكر الصليب دخلوا إلى بيوتكم واغتصبوا بناتكم وأخذوا بناتكم كلكم بنات الشعب المصري كله. ما هو إذا لم نخرج للعسكر دخلوا إلينا. ولذلك السيساوية ومن ابتعد عن المشهد وقال لك أنا هقف أتفرج
ومثلا امثال محمود حسين ويوسف ندى وابراهيم منير والناس ديت وايمن نور وسيف عبد الفتاح ومحسوب، هؤلاء الذين يقولون نريد ان نحافظ على مؤسسات العسكر، كل هؤلاء شركاء في جريمه اغتصاب المسلمات في مصر، لانهم حافظوا على المؤسسه التي تغتصب المسلمات. ارجو مشاهدينا ان نتنبه للكارثه وحجم الدمار الذي يجري لأعراض المسلمات في مصر والفتيات المسلمات، بناتنا وأخواتنا وشقيقاتنا ونسائنا وأمهاتنا، وأن نسرح العسكر فورا وأن ننشئ بدلا منهم جيشا مسلما يتبع الشعب المصري المسلم. نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في قناتنا العالم الأسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديدة. نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى إطلاقنا قناة إضافية على يوتيوب تحت اسم الوعي الإسلامي، تتناول الأحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الإعلام التقليدي مع العديد من الشخصيات، فتابعوها.